الفشل ديالو على جميع المستويات وخاصة على الجانب الرياضي والثقافي، وما حتاش نزيدو نتشعبو في هادشي. اختيار اليوم ديال هذا اللقاء التواصلي ما كانش من عبات، هو اختيار في محله. حاولنا اننا بحال اللي غنقولوا نديماريو البطوله، وهذا الفريق هذا يخرج من الملعب الفئات ديالو كامله ويرجع للتنافسيه. دونك رجعنا للتنافسيه، شرينا الشطر الاول ديال البطوله. كانت هناك واحد يعني واحد التكوين ديال واحد الفريق اللي هو 80% مدرسه الفريق. اذا ديك العمل اللي كنا كنعملوا على صعيد مستوى العمل القاعدي ما كانش عبثي او هباء منثورا. الحمد لله حنا كنشوفوا دابا المنتوج ديالو. كاين لاعبين مخضرمين معنا وثلاثه لاعبين دوليين، وغادي نفخر اتحاد طنجه على ان هناك لاعبين دوليين معنا. كاين جوج لاعبين امريكيين كذلك، باش نحاولوا اننا نعملوا التوازن باش هذيك الدراري صغار انهم يكسبوا ديك التجربه ويعطيو الثقه لراسهم اكثر، باش يمكن لهم انهم في السنوات القادمه يكونوا هما المشعل ديال الفريق والعمود الفقري ديالو. لماذا لقاء تواصلي جا؟ باش نعرفوا اولا، باش لان الاعلام واحد الشريك اساسي في اي رياضه. بغينا نجيو الاعلام باش نعطيو شنو هو اتحاد طنجه، لان يعني اتحاد طنجه تنسات كره السله تنسات ثلاث سنين هذه، ما الناس ما عارفاش شنو هو الواقع. الواقع شكون خصو يقولوا؟ حنا عن طريق وسائل الاعلام خصنا نوصلوا الراي العام. اذا كره السله رجعت للميادين رغم الخلافات، باقي الاحكام، باقي المشاكل، جامعه غير شرعيه، ولكن هذا الشيء قلنا غنساوه لان ما يمكنناش نخلي واحد الاجيال تضيع. يمكنش واحد الفئات اللي هي كتعيش هذه كتضيع. قلنا نديماريو البطوله، رضينا بهذا الواقع ونمشيو نلعبوا البطوله. حاجه تخلينا هما كاين المؤسسات اللي عندنا ثقه فيها باش كياخذوا الامور ديالو، وان شاء الله على ان صراحه متفائلين لا على صعيد الاناث ولا الذكور، باش نقولوا الكلمه ديالنا. اتحاد طنجه غادي يرجع يعني المكانه ديالو اللي كان ديال التتويجات وديال اللاعبين الالقاب في القريب العاجل. وهذه السنه هذه عندي الحمد لله واحد الاحساس كبير على ان هذا الفريق غادي يمكن له الكلمه ديالو وغادي يمشي بعيد ان شاء الله. اهم حاجه هو ان عوده كره السله للميادين بعد التوقف هذا، وخاصه المساهمه ديال جائحه كورونا حتى هي ساهمت بالقسط ديالها في يعني كان كما قلت قبيله كان الاشكال البدني هو الاولاني، لان اللاعبين كانوا اغلبيه كانوا في راحه. ولكن ما بدات البطوله بدات بواحد الوتيره اللي هي عاليه شويه، اللي حنا راهنا على الفريق ديال الشبان، لان فريق ديال الشبان ما كانش جالس، راه كان كيشتغل وكان كيشارك. وكانت النواه الاولى ديال الفريق ديال اتحاد طنجه مكونه من الشبان مدعمه بعناصر من الخبره والمجيء الاخر ديال عمر العناني في مركز الارتكاز اللي كان عندنا فراغ فيه، وكتكمل يعني التشكيله بوصول الامريكيين اللي واخا في المقابلات الاخيره هما ساهموا معنا في الجوج المقابلات الاخرانيين. البدايه ديال الموسم كانت صعبه لان الفرق كامله كانت عليها ضغط كبير انها خاصها تبدا البطوله في واحد الظرف اللي هو قياسي. انتم عارفين ماشي كره السله، الرياضات كاملين كيحتاجوا تحفيز مادي، وحنا لحد الساعه عندنا غير التحفيز النفسي والذهني مع اللاعبين ديالنا، وكنطلبوا منهم يصبروا كما حنايا صابرين كاملين. ولهذا في انتظار يعني يكونوا الامكانيات الماديه اللي عادي يعاونوا الفريق، لان يعني ما يمكنش يعني من اللاعب ما يقدرش تخليه بالجوع او لا تخليه ناقص مادي. كنسبقوا هو الاولاني. الحمد لله عندنا مجموعه طيبه يعني وليت مخلقين بزاف وكيثقوا فينا، وخصنا الثقه هذه تضيع. ولهذا هما كيشتغلوا يعني الشغل والتمارين كاينه في لي زونترينمون، ولكن كنتفائلوا خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني حتى المسائل الماديه اللي تحلت راه كتعاون
كتعاون وهي من عند الناس من البديهيات، ولكن حنا بالنسبه لنا كتولي عقبه اللي ما خصهاش تكون صراحه، اللي ما خصهاش تكون. هذا الرياضي كيعمل مجهود وكيعمل الخدمه ديالو، وحنا في واحد الجو شبه احترافي، دونك اللي كيعمل شي مجهود خصو يتجازى عليه، ولحد السعاد ماشيين بالبركه ديال الله سبحانه وتعالى وربي كيوفقنا. بالنسبه للالتحاق ديالي بهذا الفريق كان السنه الفارطه. هذا العام هذا بالنسبه لهذا العام هذا بدينا التحضيرات ديالنا، كانت الاجواء شويه صعبه مع الوباء، مع البطوله كانت متوقفه لمده 3 سنوات. الحمد لله احنا بدينا بشويه بشويه، احنا غاديين ماتش بار ماتش كنتحسنوا كنساجموا. بالنسبه سالينا لافاز ديال الالي، سليناها في المرتبه الثانيه، والحمد لله احنا كنوجدوا دابا المرحله اللي جايه اللي هي مرحله الاياب اللي ما غاديش تكون سهله، وكنتمنوا ان شاء الله تيسير في اللي جاي ان شاء الله. اول حاجه كنشكر المكتب المسير، كنشكر كوتش حسن ابركان وكوتش حنان بومهدي. صراحه كان هادشي في المستوى، انا فرحانه حيت حضرت لهذا المؤتمر هذا. سر النجاح ديالنا هما كنشكروا لي كوتش حيت كانوا لي زونطريمون في مستوى، شي حوايج كان كيعطيوهم لنا لي كوتش درناهم في الماتشات، هذا هو السبب باش نجحنا في لي ماتش كاملين. كانت نفس المراتب الاولى البلاي اوف، وكنتمنى النجاح لجميع الفرق. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.